تقرب من البوابة الشرقية لأجنبيا بعدما ردتهم الغارات الجوية طوال الليل. هم يدافعون الآن عن معقل آخر يبدو مرشحا للسقوط بسبب العوامل الجديدة التي دخلت على المعركة. الثوار بدورهم مصممون على الاستمرار، وقد تحولت هذه النقطة إلى أرض الرباط. إن شاء الله حنتقدم وتكون إيجابية بالكامل في أيدي الثوار يعني إن شاء الله تعالى. حصرناه من جميع الاتجاهات بفضل الله سبحانه وتعالى، والشباب والموضوع مش خطر السيطرة، لكن المشكلة ايش؟ في القواذف اللي مازال يقذفوا علينا بتاع العشرة كيلو. مستعدين طبعا، بعثنا الاستطلاع ليستطلع اماكن العدو، يعتبر عدو لنا في هذا الوقت، لانه من اراد قتلنا وقتل ابنائنا وتشريد ودمار دولتنا يعتبر عدو لنا. السلاح قد يكون السمة الابرز لمن هم هنا، لكن بينهم من جاء حاملا الطعام والماء، ومنهم من جاء للدعاء. لكن الجميع بلا شك شجعته للتقدم هياكل الاليات العسكريه المحترقه على طول الطريق. في بلاد الله الواسعه مدفع في ظهر الشعب يذود عنه. هنا معادله مختلفه. مدفع وصاروخ ودبابه في ظهر النظام يدافع عنه في وجه شعب اراد ان يثور. الطريق الى بنغازي زرعته كتائب القذافي يوم هجومها باليات كهذه. لكن الحصاد جاء حريقا ورمدا. وما لم تطله النار اشعلته رايات ثورة تقاتل لغروب نظام. علي هاشم، الجزيرة، مشاهد.